وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور رامي، وأهلا بك معنا في نشرة الثامنة. بداية دعنا نتحدث عن أهمية هذا اللقاء الأخوي التشاوري، خصوصا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات. مساء الخير يا فندم على حضرتك، وأهلا وسهلا بحضرتك وبكل أهل البحرين الشقيق. مبدئيا يعني عايز بس يبقى المشاهد والمستمع عارفين ان اللقاء التشاوري ده هو يعني يمكن بيتم مرتين في السنه، بدءا من مارس 2019، يعني بيتم في شهر مارس وفي شهر اغسطس. المساله هو ليه اتعمل من الاول؟ اتعمل بسبب الاشتراك في التحديات اللي بتمر بها المنطقه العربيه، يمكن كانت اهمها او بدايتها كوفيد 19 او فيروس كورونا. والتحديات دي بقت مستمرة لحد دلوقتي، بالعكس ما انتهتش، ده بالعكس زادت. كان آخرها أو آخر مستجداتها الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. طيب الدول الأربعة اللي شاركت أو الدول الخمسة، المسألة الاشتراك في التحديات هنا في إيه؟ يعني بداية خلينا أقول لحضرتك مثلا أسباب استضافة مصر في القمة دي في العالمين. مصر بتحاول تستغل القمة شوية يعني ترويج للسياحة في مصر، ده بسبب ما يمر به النظام المصري في التحديات الاقتصادية. نعم. وأن مصر تحتاج لانتعاش الحركة السياحية بتاعتها، فعشان كده كان تم اختيار مدينة العالمين للقمة دي. الحاجة الثانية، التحديات اللي بيشترك فيها الدول المنطقة بالكامل، التحديات الاقتصادية والاجتماعية، اللي هي خليني أكون صريح مع حضرتك، اللي هي ناتجة من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. نعم. واللي أعلنتها الصين وروسيا على التوازي في موضوع عدم تصدير الأسمدة والاكتفاء باستخدامها في السوق المحلي. نعم دكتور رامي، ولكن يعني ما هي الرسائل التي حملها هذا اللقاء التشاوري، او كيف تقراها فيما يخص تنسيق المواقف المشتركه وتوحيدها تجاه مختلف القضايا؟ والله هو من اهم الرسائل ان التعاون المتبادل والتكاتف المتبادل هيقدر يحجم شويه الاثار الاقتصاديه والاثار الاجتماعيه اللي بتمر بها دول المنطقه. خاصة الحاجة الثانية ان حاجة العراق، وخليني يعني اردد او اعيد ما ظهر لاول مرة في مارس 2021 من مصطلح جديد اللي هو بلاد الشام الجديدة. وبالتالي دولة زي العراق محتاجة تعمل مشروعات بنية تحتية واعادة اعمار. طيب مصر بتقدر تقدم ايه في الموضوع ده؟ مصر تقدر تقدم قوة عاملة كبيرة جدا وعندها خبرة في المجال اللي هو البنية التحتية. طيب المشروعات دي محتاجه لدعم وتمويل، محتاجه لدعم وتمويل اشقائنا الخليج خاصه البحرين والامارات. وفي نفس الوقت مصر، عشان برضو اكون واضح معايا مع حضرتك، مصر بتحاول تستفيد من القمه دي في خلال المسائل اللي هي بتمس الامن القومي المصري، وابرزها مساله سد النهضه الاثيوبي. يعني التنسيق المشترك ما بين الدول في اطار من الاخوه والتشاركيه مثلا ممكن يخلي دولة زي الإمارات الشريك التجاري الأول لإثيوبيا. نعم، إذن هذا اللقاء يخدم المواقف المشتركة في الوقت الراهن بين هذه الدول الشقيقة. من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.